والأخبار اليوم يعني تتحدث من قطاع غزة بأن المقاومين الفلسطينيين هم من شنوا الهجوم المعاكس. فبالتالي يعني نحن نتحدث هنا عن معارك ضارية جدا. فبالتالي الاحتلال يلجأ إلى الضغط على الجبهة الداخلية للمقاومة من خلال المجازر، من خلال القتل، من خلال القصف المهول. وبالتالي يعني نحن نتحدث هنا عن حالة شديدة جدا من الضغط على الجبهة الداخلية. قلت من خلال قناتكم أكثر من مرة بأن نتنياهو يريد أن يدخل التاريخ بصفته أول قائد بين قوسين ينتصر في حرب من الجو فقط. هذه هي أوهام إسرائيل. الخسائر الاقتصادية تتوالى وأرقام مفزعة. يعني بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي، أعداد القتلى في تزايد. بتقدير الكثير من المتابعين والمحللين، إسرائيل لم تعلن سوى عن أقل من 20% من خسائرها البشرية، والجرحى أضعاف هذا العدد. ما دمر المعنويات الإسرائيلية تماما هو تدمير مجنزرة النمر أو ناقلة النمر. هذه الناقلة التي أولا ثمنها يتراوح ما بين 3 إلى 4 ملايين دولار كل ناقلة، قام الاحتلال باختبارها وتصنيعها على مدى 7 سنوات كاملة، وهي مشروع ضخم لهيئة التصنيع الحربي الإسرائيلي. بحسب ما قال الاحتلال يعني سابقا، وكنا نتابع هذه المجنزرة، بأنها مضادة للصواريخ المدرعة ومضادة للصواريخ المحمولة على الكتف ومضادة للدرونات وأعلى نسبة تصفيح في العالم، وأنها تحمل وسائل إعاشة وإغاثة للجنود وذخيرة قتالية متطورة وما إلى ذلك. واستطاع المقاتل الفلسطيني بقاذف الياسين أو قذيفة الياسين 105 التي هي تصنيع غزاوي محلي 100%، قذيفة ترادفية تنفجر على مرحلتين، استطاع أن يفجر هذه المدرعة وأن يحولها إلى مصيدة موت. طيب، يعني هذه الضربة كانت ضربة في الصميم لكل ما ادعاه الاحتلال خلال السنوات السابقة.